هل يجوز تأخير أداء السعي لأجل الراحة لمدة ساعتين أو أكثر؟ نعم، يجوز الراحة في السعي في نفس السعي بعد شوطين ثلاثة، ويجوز الراحة قبل السعي، ويجوز الراحة في الطواف. ويروى أن بنت عبد الله بن عمر رضي الله عنها كانت امرأة سمينة وكبيرة، وأنها قسمت السعي يومين، يعني سعت نصفه اليوم ونصفه غدا، لأنها كانت كبيرة وسمينة ويتعبها السعي. نعم. طيب الفصل بين الطواف والسعي كم المفروض يكون؟ هو المفروض يا أخي أن يكون بقدر الصلاة، صلاة الركعتين اللي عند المقام إذا تيسرت، أو في أي ناحية من نواحي الحرم، وشور بماء زمزم. وإذا كان في الصلاة واجبة أداءها وأداء يعني ما معها، ثم بعد ذلك يكمل. أما طول عمرك يعني أنه يجب، لا ما يجب. يعني لو فيه ناس الآن دخلوا الحرم طافوا ومعهم مثلا أطفالهم وطافوا، بعدين الأطفال تعبوا وصاروا يقولون نبي أكل نبي سدا، يروحون للشقة ويأكلون ينبسطون ويجون حتى يكملون حتى السعر. نعم، لو أنهم ذهبوا مثلا طافوا بعد العصر وراحوا ورجعوا وغدوا عيالهم وانبسطوا وجاءوا بعد العشاء، إذا خفوا الناس الساعة 11 ما في شيء. الحمد لله. أي نعم.